تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تواصل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار المشاريع البلدية المشتركة بمختلف مناطق مملكة البحرين، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا. وقام سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وعضو مجلس النواب ممثل الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية النائب محمد البوعينين ورئيس مجلس بلدي الجنوبية السيد بدر التميمي بزيارة إلى مدينة خليفة منطقة عسكر مجمع 950، وذلك لتفقد احتياجات المنطقة من المشاريع الخدمية، ومنها إنشاء حديقة لتكون متنفسا للأهالي إلى جانب مشاريع البنية التحتية من مشاريع الصرف الصحي وصيانة الطرق. قال خلف إن هناك عدد من المشاريع القادمة في مختلف محافظات المملكة سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع مجلس النواب، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن. سرني اليوم ان انا اتواجد في منطقه عسكر هذا برفقه سعاده النائب محمد البوعينين نائب المنطقه، وايضا بحضور رئيس المجلس البلدي الاخ بدر التميمي للوقوف على المتطلبات الخدميه في هذه المنطقه والقرى المجاوره، وايضا لاطلاع سعاده النائب ورئيس المجلس البلدي والأهالي الذين تفضلوا بحضور هذا اللقاء المبارك على ما تقوم به وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في المجال البلدي، وأيضا مشاريع البنى التحتية في هذه المنطقة. وإن شاء الله استمعنا إلى عدد من هذه المطالب، وكلها سوف تترجم إلى مبادرات وبرامج ومشاريع يتم تنفيذها بناء على هذه التوجيهات الكريمة من قبل سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. زارنا اليوم سعادة وزير الأشغال والبلديات سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف من أجل بحث الاحتياجات الخدمية لمدينة خليفة والقرى المجاورة لها. تناقشنا مع سعادة الوزير في الزيارة في الكثير من احتياجات المنطقة. أبدى الوزير التعاون الكامل من أجل القيام بهذه الخدمات على الوجه الأكمل وما يحقق الرفاه والخدمات المتميزة لأهل المدينة تنفيذا لتوجيهات سمو العهد. نشير بتوجيهات سمو العهد للمحافظة الجنوبية في شتى المجال، منها البنية التحتية ومشاريع الخدمية التي تحتاجها أهالي المحافظة الجنوبية، واللي هي إن شاء الله بتكون لها نقلة نوعية في المحافظة بشكل عام، والتي تخدم أهالي المحافظة الجنوبية بشكل خاص.